السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف من مدونة SMT ستار. اليوم جهازنا هو عبارة عن هواوي Y62، مثل ما انكم شايفين هون كام L21، هذا رقمه، رقم الموديل تبعه. نعمل دخول على الشبكة. نعمل تسجيل دخول على الشبكة ومنشوف شو بده يصير معنا. بعد ما سجلنا دخول على الشبكة نعمل له قلو واجري. طبعا مثل ما انكم شايفين التليفون قافل على جوجل اكاونت، اول شغلة بنجربها هي انه نفوت على الاسيستنت تبع الموبايل، بس ما عم تشتغل هون. بنعد للتشغيل، نستنى ليعيد التشغيل. بس فتح التليفون بنجيب اصبعتين هدول بنحطهم هيك، تمام، وبنستنى شوي. مثل ما كنتم شايفين طلعت لنا هاي تبع التوك باك. نرسم حرف ال L توك باك سيتينج، بعدين نكبس زر تنويس صوت، نشوف شو بده يطلع لنا. نحط له هون اوكي، نكبس كبستين عشان يسكر التوك باك. بنفوت على البرايفسي، طبعا البرايفسي مقفوله. بنفوت على الهيلب، مثل ما انكم شايفين فات على الكروم مباشره. فوت على الموقع اللي تعودنا عليه، روت جانكي STL. بعدين FRB، بعدين نفوت على الستة، نستنى ليتحملوا. نعمل انستول للجوجل مانجر، بعدين الاف ار بي، بعدين البراوز.
ومنفوت على الايميل. طبعا بس فتنا على الايميل نعتبر فتنا على الجهاز كامل. بعد ما حطينا الباسورد نعمل رجوع نقول next. نعد للتشغيل. طبعا مثل ما نكون شايفين التليفون فتح ونفك الجوجل اكاونت تبعه. طبعا ما بننسى نحذف الايميل تبعنا. ما بننسى نحذف الايميل طبعا.